صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنات
وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إن الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك
صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية التاسعة من سورة الزمر، ولكن لو رجعنا خطوة واحدة إلى الوراء إلى الآية الثامنة سنجد بأنها تتحدث عن نموذج من الناس الذين إذا وقعوا في المصيبة، وقعوا في مشكلة كبيرة، وشعروا بالحاجة إلى وجود يد غيبية لتتدخل وتخرجهم من هذا الوضع السلبي السيء المؤذي، فإنهم يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا خرجوا من هذا الوضع وأخرجهم الله عز وجل بفضله منه، نجد بأنهم ينسون فضل الله عليهم، وتتوجه قلوبهم وتلهج ألسنتهم بشكر من يعتبرونهم أنداداً لله سبحانه وتعالى. والند بأي معنى؟ الند بمعنى أن شخص أو طرف يكون بموازاة الطرف الآخر، فهم يجعلونهم بموازاة الله سبحانه وتعالى، بحيث أنهم ينسبون الفضل للأنداد وينسون فضل الله في خروجهم من هذا المأزق، وتنقطع علاقتهم مع الله، ويتوقف ذلك الدعاء الذي كانوا يوجهونه إلى الله سبحانه وتعالى. الآية الثامنة هكذا: وإذا مس الإنسان ضر، وهنا التعبير الإنسان بمعنى أن غالبية كأن غالبية الناس هكذا، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إنابة، هناك رجوع وهناك خشوع وهناك خضوع وهناك توسل إلى الله عز وجل، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيل الله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ثم تأتي الآية التاسعة: أمن هو قانت آناء الليل إلى آخر الآية. فهي عملية مقارنة ما بين نموذجين، ذلك النموذج الذي تحدثت عنه الآية الثامنة، ثم النموذج الآخر الإيجابي الذي يمتدحه الله سبحانه وتعالى ويقول هذا النموذج خير من ذلك النموذج. لا يمكن أن يستوي هذا النموذج مع هذا النموذج، لا يمكن أن يعيش هذا النموذج في الحياة الدنيا وينتهي مصيره إلى نفس المصير الذي ينتهي إليه النموذج الثاني. هذا ليس بعدل، هذا ليس بعدل، لا يمكن أن يكونا متساويين، وبالتالي لابد وأن تكون هناك آخرة حتى تكون هناك عملية إنصاف للنموذج الثاني في مقابل النموذج الأول، وإلا لن تكون الحياة عادلة. فجاءت الآية التاسعة تقول: أمن مركبة من كلمتين، أم التي إحنا نقولها للتخيير، هذا أم هذا، ثم من، أم من يعني أم الذي، أمن هو قانت، ذاك النموذج خير أم هذا، ذاك النموذج هو الذي يكون سعيداً أم هذا النموذج، هذا النموذج يكون مرضياً عند الله أم هذا النموذج. أمن
هو قانت آناء الليل إلى آخر الآية القرآنية. فهو سؤال استنكاري، هذا أم هذا؟ هذا السؤال الاستنكاري يدل عليه أيضا ما جاء في نفس الآية، قل هل يستوي، هل هذا سؤال، لكن مو سؤال من أجل المعرفة، هو سؤال ماذا؟ استنكاري. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أي بديهة، أي منطق، أي منطق في أي ثقافة لا تكون هناك مساواة للذين يعلمون مع الذين لا يعلمون؟ هذا شيء فطري، وبالتالي الله سبحانه وتعالى يحرك وجدان الإنسان ويقول أنت أحكم، هل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طيب، أمن هو قانت، في معجم مقاييس اللغة يقول إن حرف القاف والنون والتاء إذا تم تركيبهم مع بعضهم البعض بهذا الترتيب، قنات، ومنه قنوت، ومنه قانت، ومنه يقنت، ما هو أصل معنى هذه الكلمة؟ يقول أن الأصل في اجتماع القاف والنون والتاء هو الطاعة، هذا هو المعنى الأصلي، قنات يعني أطاعة، قنوت يعني ماذا؟ طاعة، قانت يعني مطيع. هكذا يقول صاحب معجم مقاييس اللغة. ثم يقول ثم تطور المعنى، سمي كل استقامة في طريق الدين قنوتا، يعني كانت هناك الطاعة مطلقة، قد يكون عبد مع سيده، إنسان مع إنسان آخر، قد يكون واحد من الرعية مع الحاكم، قد يكون مثلا الولد مع أبيه، ولكن يقول تطور المعنى وصار يطلق على كل استقامة في طريق الدين قنوتا. لما تستقيم في طريق الدين يعني أنت دائما مطيع، هذا معنى الاستقامة، يعني كأن الدين يرسم لك خط يقول لك هذا نهجي، هذا صراطي، تمشي معه دائما، مطيع دائما، إذن أنت ماذا؟ قانت، عندك قنوت، واضح؟ لكن لما نرجع إلى كتاب المفردات للراغب الأصفهاني يعطي إضافة صغيرة مهمة، يقول القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع. إيه نعم، مع الخضوع، لأن مرات الإنسان يطيع وهو من داخل ماذا؟ متمرد، غير مقتنع، لا يحب هذه الطاعة، بس ملزم، ينطق على رأسه إذا ما سوى. لكن القنوت هي طاعة، هو طاعة مع ماذا؟ مع خضوع، يعني بمعنى أن الإنسان مستسلم لإرادة الذي يطيعه، هو في حالة إقبال ورضا واستجابة، لا عن كراهية نفس. فبالتالي يقول القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع، وأقول إيه نعم، لو نقرأ الآية الشريفة راح نلاحظ أن الله عندما اختار قانت في الآية ما استعمل مطيع وإنما قانت، حتى يبين أن هذا الإنسان مو بس مطيع، مو بس مستقيم في الطاعة، وإنما هو ماذا؟ خاضع، عند حالة خضوع. ولذا ماذا تقول؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذه صفة من؟ صفة الخاضع. فإذا القنوت يأتي بهذا، القانت يأتي بهذا المعنى. إذا ندرك أنه ليس المطلوب من الإنسان المؤمن الذي يبحث عن رضا الله وعن الفلاح في الآخرة مجرد أن ينهض الليل ويتعبد، بحيث تتحول هذه إلى حركات شكلية أو روتين، وإنما أن يكون معها ماذا؟ خضوع، قنوت، يكون معها خضوع، يكون عند حالة خوف ورجاء، عند حالة خوف ورجاء. طيب، آناء الليل، آناء جمع والمفرد منها أنن، أنا، والأنا بمعنى الوقت، آناء الليل يعني أوقات الليل، وقيل الساعة يعني بمعنى ساعة، يعني ساعات الليل،
يعني جزء من الليل، بعض الأوقات من الليل. طيب لماذا الليل؟ الليل يساعد الإنسان على العبادة، هذا الهدوء، هذا الجو الخاص، يعطي نوع من الروحانية في العبادة. من ناحية أخرى هو أبعد عن الرياء، لأن في حالة الناس سبات وكذا، فماكو أحد، هو الحالة بروحه، هو يقوم يتعبد بعيد عن أعين الناس. الشيء الثالث أنه يدل على أن هذا الإنسان فعلا مقبل على الله، عنده إيثار لطاعة الله على راحته، ترك الراحة. لأن عادة الإنسان، الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول بأن الليل شنو؟ سكن. الليل وقت راحة، لكن هذا يفضل على هذه الراحة أن يقوم ليكون بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا يدل لمن يترك الفراش، يهجر الفراش ويقوم ويتعبد لله عز وجل مع الخضوع، مع الخوف، مع الرجاء، يدل على أن هذا الإنسان فعلا في عمله هذا هو مقبل على الله سبحانه وتعالى. ولذا الله عز وجل في سورة المزمل الآية السادسة يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئا، هي صعبة مو سهلة، لأنك تترك لذيذ المنام والراحة. ساجدا وقائما، ساجدا وقائما، عندما يقوم يقنت ويتعبد هو متقلب بين حالة السجود والقيام، وهذا جزء من الصلاة، وضعية الصلاة إن الإنسان يكون بهذا الشكل. والقيام بمعنى الاستعداد لطاعة الله، والسجود بمعنى الخضوع لله عز وجل. ثم نجد في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الإمام الخميني هنا عند تعليق لطيف يقول: ترى ما قرة العين هذه التي يدخرها الله تعالى ويخفيها؟ لأن شو تقول الآية؟ فلا تعلم نفس، ما في أحد مطلقا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لما نشوف أعمال الصالحة وكذا، الله يقول أعطيكم جنات تحتها الأنهار تجري، صح ولا لا؟ الثمار من النوع الفلاني، زوجات حور عين، كذا كذا، خدم. لكن هنا الله سبحانه وتعالى يخفي الهدية، يخفي الجائزة ويجعلها غامضة. وهذا الغموض ليس لعدم معرفة ما هي حقيقة الجائزة من قبل الله، بل لأنها عظيمة جدا، ولأنها مفاجئة، ولأنها من نوع خاص فلا توصف هذه الجائزة. ترى ما قرة العين هذه التي يدخرها الله تعالى ويخفيها حتى لا يعلم أحد، حتى لا يعلم أحد عنها شيئا، وما يمكن أن تكون. هي ليست من جنس الأشجار والبساتين والجنان والأنهار وغير ذلك. طيب: ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ساجد قائم من انعكاسات حالة الخضوع، خضوع ولكن على أي مستوى؟ على المستوى الجسدي الظاهري بالأفعال. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه على أي مستوى؟ على المستوى النفسي، على المستوى النفسي. فالله سبحانه وتعالى يقول عند بهذا الوضع وعند بهذا الوضع، في هذا عند انعكاس وفي هذا عند انعكاس، على أن هذا الإنسان في حالة قنوت، طاعة مع خضوع. وللخوف مزيته في زجر النفس عما يغضب الله، وللرجاء مزيته في دفع الإنسان لعمل الصالحات، يعني هناك يمنع وهني يدفع، فهذه مزية الخوف والرجاء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طاعة هذا النموذج من الناس بهذه الصورة دليل على أنهم يمتلكون علما. أي علم؟ في أي إطار؟ العلم المتعلق بسر وجود الإنسان، لماذا خلقني الله، وأن هذه الحياة الدنيا ليست هي الحياة الوحيدة والباقية،
ولها ولم يخلقنا الله لها، وإنما هناك حياة أخرى علينا أن نستعد لها. فهؤلاء يملكون مثل هذا العلم، وليست مجرد معلومة، هم يعلمونها، وليست مجرد معلومة يمتلكونها. في فرق بين هذا وهذا. طيب، هنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كما قلت في البداية بأن منطق أي إنسان لا يمكن أن يستوي العالم مع الجاهل. ثم ابن عاشور حقيقة لما كنت أقرأ تعليقاته على هذه الآيات، عنده يعني الآن ما أدري هي من عنده أم أخذها عن أحد، ولكن قدم 6 نقاط يقارن فيها بين سعادة العالم وتعاسة الجاهل عندما يخوضان معا في طريق واحد للوصول إلى غاية واحدة. وهذه جدا جميلة الأفكار اللي قدمها، أحب أن أقدمها لكم. يقول النقطة الأولى: العالم بالشيء يهتدي إلى طرقه فيبلغ المقصود بيسر. لما تعرف أنت الطريق للمكان، أقرب طريق تقدر توصل له. أما المكان اللي أنت ما تدله وما تعرف طبيعته ولا الطرق إليه، شو تسوي؟ تتخبط يمنة ويسرة، لربما تصل بعد مشقة، لربما لا تصل، ولربما تصل إلى مكان خاطئ وتصور أن هذا هو مقصدك ويتبين أنه على عكس الاتجاه. فيقول هكذا الإنسان العالم والإنسان الجاهل عندما يسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان اللي يمتلك علم سيصل إلى الله عز وجل بأقرب الطرق وأقل الخسائر، بينما ذاك الإنسان لربما لا يصل، ولربما يصل بعد جهد جهيد وتخبط شديد. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يمشي 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 حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، سراب. فإذا هذا شنو؟ هذا ما يدل طريقة، جاهل. الأمر الآخر: السلام من نوائب الخطأ ومزلات المذلات، فالعالم يعصمه علمه من ذلك، من تبعات الأخطاء، والجاهل يريد السلامة فيقع في الهلكة. هو يتمنى السلامة لكن هو جاهل، فبالتالي يقع في الهلكة. فإن الخطأ قد يوقع في الهلاك من حيث طلب الفوز. يقول الله عز وجل: فما ربحت تجارتهم إذ مثلهم بالتاجر خرج يطلب فوائد الربح من تجارته فآب بالخسران. هذا حال الإنسان الجاهل. 3، أنس الانكشاف، بمعنى العالم تتميز عنده المنافع والمضار، يعرف شنو ضرر هذا منافع هذا، وتنكشف له الحقائق فيكون مأنوسا بها. لما يعرف حقيقة هذا الأمر وش كثر في فائدة، وش كثر أن ذاك الأمر خطير، وش كثر مردوداته سلبية، واثقا بصحة إدراكه، وكل من كشفت له حقيقة كان كمن لقي أنيسا، مع كل نتيجة يوصل لها يفرح. مثل العالم اللي في المختبر الكيميائي لما يشتغل ويكتشف له شغلة، كثر يكون فرحان. مثل ذاك منه في ذا غورس اللي قام يصرخ يقول وجدتها، وهو في البانيو وجدتها وجدتها أرخميدس، أحسن، وجدتها وجدتها، فرحة ما بعدها فرحة. أتذكر المرحوم سيد مرتضى العسكري يقول كان عندي معضلة، مشكلة تاريخية يعني، ومدة طويلة وأنا أبحث فيها، هم نسيت، ما أتذكر، كان بعد صلاة الفجر أو توا قاعد من النوم، ويقول قمت أصرخ وجدتها، لما عرفت الحل قمت أصرخ وجدتها وجدتها. فهي فرحة ما بعدها فرحة لما توصل تكتشف معلومة أنت تعبت في طريق، هذه لذة، لذة كشف الحقيقة. فيقول هكذا العالم. أما الجاهل طبعا ما يعيش هذه اللحظات، كلما أضاء لهم مشوا فيه، هذا الجاهل، وإذا أظلم عليهم قاموا، فبالتالي ما يقدر يتحرك، ما يقدر إلا بمقدار ها المعلومة اللي تيله شوية يتحرك وبعدين يبنشر مكانه. أما العالم شو يصير؟ يمشي في الطريق مستن بتعبيرنا.
النقطة الرابعة الغنى عن الناس بمقدار العلم والمعلومات، هو صاحب العلم فما يحتاج أن يلجأ للغير، فهو يكون في غنى عن الناس بخلاف الجاهل اللي يحتاج يطرق الأبواب حتى يحصل المعلومة. فكلما ازداد علم العالم قوي غناه عن الناس في دينه ودنياه. خامساً الالتذاذ بالمعرفة. سادساً صدور الآثار النافعة في مدى العمر، مما يكسب ثناء الناس في العاجل، الناس يمدحونه ويثنون عليه وكذا لأن صاحب علم يقدم لهم من علمه، وثواب الله في الآجل. عن النبي صلى الله عليه وآله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، إن شاء الله احنا نكون منهم في هذه الجلسة، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وعنه صلى الله عليه وآله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم بثه في صدور الرجال، وولد صالح يدعو له بخير. إنما يتذكر أولو الألباب، ذوي العقول الذين يتفكرون ويتدبرون، يتذكرون مثل هذه النقاط، وبالتالي دائما يذكرون أنفسهم بعبادة الله في آناء الليل بالدعاء، أن تتعلق قلوبهم بالله عز وجل، أنهم يلجؤون إلى الله دائما، يعرفون قيمة العلم ويسعون للحصول على المزيد من العلم. والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.